تعليق ليك؟ كيقول لك برتولد بريشت تيقول لك إن الإنسان لا يموت فعليا إلا حينما لا يذكره أحد. وهذا الرجل خصنا نخلدوا الذكرى ديالو. الحسن الجندي الله يرحمه. هذا الرجل هذا كان في طبيعة العلاقة اللي كان ساعدني. هذا الرجل هذا دوزت معاه ذكريات جميلة وجميلة جدا. الرجل أفنى حياته خدمة للفن المغربي والعربي. هذا كان يصول ويجول. في واحد الوقت كان الفن فيه في المغرب إشاعة. كان مثال ديالك وانت صغير. هذا الرجل ما يمكنش، أنت ما كانش مثال ديالك. هذا الرجل يعني حقق معادلات صعبة، كان رقما صعبا في الممارسة الفنية. في الإذاعة أبدع. في الكتابة أبدع. كممثل كان يصول ويجول. التصويرة كتقول كل شيء. إيوا. أتيحت لنا الفرصة وتعرفنا على هذا الهرم الذي يمثل الذاكرة الجماعية للفن المغربي، وهذا شيء جدا مهم. أن نحن سبحان الله أن نحن شعب يتقن النسيان. لا هذا ما كنضرش أنواع تنسى وما كنتمنى. الله يرحم باك. لما نتحدث على قامة من 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 لا أنا تنقول لك يجب أن نخلد ذكره. يعني طبعاً طبعاً الرسالة. أين هو عبد الرزاق حكم؟ أين هو العربي الدومي؟ هذا الجيل كيعرف العربي الدومي؟ كيعرف عبد الرزاق حكم؟ كيعرف حسن البصري؟ كيعرف يعني خصنا نعيد النظر في تعاملنا مع الذاكرة الجماعية، الناس اللي كيأتوا الذاكرة الجماعية. صحيح. صحيح. رحم الله هذا الرجل.